رحلنا إلى دفتر الأستاذ وعددنا ميزان المراجعة. هل في كلام؟ باقي بس جزئيتين صغيرتين ننتقل للنقطة اللي بعدها، وهي مسألة احنا تكلمنا عن المشتريات وعن المبيعات. طبعا المردودات هي العكس، مردودات المشتريات هي عكس المشتريات تماما. احنا قلنا ان المشتريات اما نقول عنها انها تؤدي الى زيادة البضاعة، وبالتالي في أصل زاد فيصبح مدين، أو أنها تمثل مصروف والمصروف مدين. عكسها تماما مردودات المشتريات، لما ترد بضاعة للمورد البضاعة تنقص، صح ولا لا؟ البضاعة تنقص البضاعة، وبالتالي نقول أصل نقص وتصبح دائما. أيضا المصروف ينقص، لأن كل المشتريات هي مصروفات، فرد البضاعة إلى المورد معناته نقص المصروفات إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية، وبالتالي يصبح دائما. إذا مردودات المشتريات هي عكس المشتريات تماما. أيضا لو نظرنا إلى المبيعات، المبيعات قلنا إما أنه في نقص في البضاعة، يعني أصل نقص فهو دائم، أو ممكن نعتبرها إيش؟ إيرادات. المبيعات تمثل إيرادات والإيراد دائم. مردودات المبيعات العكس، عندما الزبائن ترجع بضاعة، فالبضاعة التي لدى التاجر تزيد، لأن الزبائن يرجعوا له البضاعة، كانوا اشتروها باعها لهم وبعدين ردوها إليه. مردودات المبيعات تؤدي إلى زيادة البضاعة، وبالتالي هنا أصل زاد فهي مدينة، أو ممكن نقول إنه نقص في الإيرادات، والإيراد لما ينقص يصبح مدين. فلو لاحظنا أن مردودات المشتريات هي عكس المشتريات تماما، ومردودات المبيعات هي عكس المبيعات تماما. مصروف مدين، مصروف ممكن ترى ما يصير، مصروف المصروف مدين، مصروف مدين نعم. لأنه قلنا أنه من الأمور اللي تؤدي إلى نقص حقوق الملكية تنقص بالمصروفات، حقوق الملكية هي دائمة، وعندما تنقص تصبح إيش؟ مدينة. تمام. الأمور بدأت تضحي الدور. هل بتظهر تماما؟ مش مشكلة. المساواة بتعدلت. أكيد أكيد، خصوصا بالنسبة اللي درسوا كانت فترة مضت بتروح المساواة. اللي ما درسهاش من غير بتضح له الأفكار سهلة. في المبيعات الإيرادات نقصت. المبيعات لا، الإيرادات زادت. هي إيراد أصلا، هي في الأساس إيراد، أنا ما كتبت جنبها زاد أو نقص، هي إيراد. هي المشروع زي المشتريات هي مصروف، ما قلناش زاد أو نقص. ولكن يترتب عليها على المشتريات زيادة المصروفات، ويترتب على المبيعات زيادة الإيرادات. طب زيادة الإيرادات يعني دائمها؟ نعم. طب هناك أصل، أنا لو ناقص ليش تصبح دائم؟ أكيد الأصل في اليمين. تذكروا القواعد اللي ذكرناها يوم أمس، لازم تراجعوهن. لأنه كل هذا مبني عليه. أنا قصدي إنه اللي ينقص
بيكون داعي، لكن هناك الإرادة بالزائد. ما قلناش إنه كل ما ينقص دائم أبدا، قلنا النقص هو العكس. المدين إذا نقص دائم، والدائم إذا نقص مدين. فمش دائما، مش دائما إنه دائما النقص دائم، حسب العنصر اللي لديك. العنصر الذي لديك إذا زاد وهو مدين أصبح مدين، وإذا نقص دائم. والعكس بالنسبة للدائم، الالتزامات إذا نقصت إيش تصبح؟ مدينة، لأنها في الأساس شيء دائم. تمام، الالتزامات دائمة، فإذا نقصت تصبح مدينة. الإيرادات دائمة، إذا نقصت تصبح مدينة. المصروفات مدينة، إذا نقصت تصبح دائمة. فهكذا كل عنصر إذا نقص يصبح في الاتجاه الآخر. باقي معنا عنصر آخر مرتبط بالبضاعة وهو الخصم. طبعا الخصم معنا نوعين، خصم تجاري وخصم نقدي. في خصم ثالث، خصم الكمية. لكن بنركز على هذول الاثنين. خلينا نفترض انه ذهبت تشتري اي سلعة من المورد. تمام، لنفترض انك قمت بشراء سلعة ما من المورد. تمام، وكانت قيمتها 32,000 ريال. 32,000 ريال. وبعدين قال لك المورد هذه هي الفاتورة، وبعدين هذه الأصناف والقيم، طلع المجموع 32,000. ومنحك خصم 2000، بقي عليك صافي القيمة 30,000. إذن في هذه الحالة الفاتورة بكم؟ 30. الفاتورة 30. عليكم السلام. الفاتورة 30,000، بتكون 30,000 من حساب المشتريات بالنسبة لك أنت كمشتري. 30,000 من حساب المشتريات، 30,000 إلى حساب الدائنين. هذا إذا كانت على الحساب، أو إلى حساب الخزينة إذا كانت نقدا، أو إلى حساب البنك إذا كانت بشيء. إذن العملية ستقيد بصافي القيمة، بصافي القيمة. والخصم التجاري إذن هو الخصم الفوري الذي يتم على الفاتورة فور عملية الشراء أو البيع. فور عملية الشراء أو البيع يتم منحك خصم فوري على الفاتورة، فتقيد بصافي المبلغ. طبعا بالنسبة للبائع، البائع كيف بيقيدها التاجر اللي باع لك؟ هذا بالنسبة لك أنت ستقيدها بهذا الشكل. البائع بيقول 30,000 من حساب المدينين. تمام، أو من حساب الخزينة،
أو من حساب البنك. إذا نفس الشيء، البائع ما باع لك على الحساب فبيقول من حساب المدينين. ليش قلنا من حساب المدينين؟ خلونا نفهم نقطة نقطة هنا. ليش هنا قلنا من حساب المدينين؟ ليش ما قلناش إلى حساب المدينين؟ لأنه هو باع على المدينة. طيب. على حساب المدينين يعني، بمعنى من على حساب المدينين. أنه بايع. لا لا، أنت ما حضرتش معنا أمس، ما أدركتش القواعد اللي تكلمنا عليها. في قواعد ذكرناها، متى نجعله مدين، متى نجعله دائن. المدينين هو أصل من الأصول. أصل أصل بضاعة أصل زاد. خلينا بالمدينين قبل البضاعة. أصل نقص. زاد. أنا قصش. 32. لا لا، المدينين العميل كان عنده لك شيء من قبل، قبل ما تبيع له ما كان عنده لك شيء. أنا لما بعت له أصبح عنده 30، فالرصيد الذي لدى العملاء حقك زاد. بالضبط. حقوقك عند العملاء زادت. تمام. فهذا أصل زاد، الأصول زادت. تمام. فلما الأصل يزيد يصبح مدين. وكذلك هذا كله، أو المبلغ حسلمه له نقدا ورصيد الخزينة يزيد، أصل زاد. أو شيك رصيد البنك يزيد، أصل زاد. ففي كل الحالات هو أصل زاد مستفيد. تمام. وبعدين نقول 30,000 إلى حساب المبيعات. المبيعات ليش إلى حساب المبيعات؟ هذا هو التفسير. يعني أنه نقصت البضاعة، فالأصل لما ينقص دائن أو إيراد، زادت الإيرادات والإيرادات دائنة. طيب هذا القيد من حساب المشتريات، نفس التفسير هذا هو موجود. لماذا المشتريات مدينة؟ زادت البضاعة لما يزيد الأصل مدينة. أو ننظر إلى المشتريات أنها مصروف، فزادت المصروفات عندما تزيد المصروفات مدينة. طيب إلى حساب الدائنين، طبعا هذا التزام نقص، عفوا زاد، التزام زاد. لما تشتري على الحساب التزاماتك تزيد، الديون التي عليك تزيد دائما، تصبح دائما. عندما الالتزام يزيد يصبح دائم. نفس القواعد اللي ذكرناها، اعتقد قواعدك أم سهلة، لو راجعتوها بس كذا بربع ساعة 20 دقيقة ربما أقل، خلاص تصبح الصورة واضحة. راجعوا تلك القواعد، كل المحاسبة المالية مبنية على تلك القواعد فيما يتعلق بالمدين والدائم. طيب الخزينة أو البنك أصل إيش حصل له؟ نقص. لما أنت تشتري وتدفع نقداً، فالنقدية حقك إيش حصل لها؟ نقصت. عندما تشتري وتدفع بشيك أيضاً رصيدك في البنك نقص. تمام. فيصبح دائن. طيب بالنسبة للخصم النقدي، الخصم النقدي يسمى خصم تعجيل الدفع. خصم تعجيل الدفع، خصم تعجيل الدفع هذا لا يكون إلا في ظل العمليات الآجلة فقط. إذا كانت نقدا ما فيش داعي تعطي خصم للعميل منشان يدفع بشكل مبكر. تمام. قد يدفع مباشرة. خلاص قد يدفع أصلا. إذا الخصم تعجيل الدفع بين قوسين يصاحب العمليات الآجلة. إذا لو جينا نقارن بين الخصم التجاري والنقدي، الخصم التجاري ممكن يكون في ظل عملية آجلة أو نقدية. ممكن عملية آجلة أو نقدية فيها خصم تجاري. أما الخصم النقدي لا يكون إلا في العمليات الآجلة، لأنك تمنحه للعميل
لكي يسدد وقت مبكر. اذا الان رحت للمورد اشتريت من 30,000 وانا حخصم 2000، بقى الصافي كان 30. وبعدين قال لك لو سددت خلال 10 أيام بمنحك خصم 5%، ومن حقك تسدد خلال 30 يوم. بمعنى أنه الآن يا طيبين المورد قال لك أنا ببيعك أجل 30 يوم، خلاص طبيعي يعني واضح خلال 30 يوم ممكن تسدد، ولكن لو سددت خلال 10 أيام فمنحك خصم نسبته 5%. إذن هذا الخصم إيش الهدف منه؟ تحفيزك على السداد بأسرع وقت. إذن العملية آجلة لمدة شهر خلص، بس المورد يرغب في أن يحفزك على السداد بشكل مبكر، فقال لك لو سددت خلال 10 أيام بعطيك خصم كم؟ 5%. واضح الفكرة طيبين؟ إذن هذا يكون مصاحب ليش؟ للعمليات الآجلة فقط، والهدف منه تحفيز المشتري على السداد في أقرب وقت. الآن نشوف إيش المعالجة في دفاتر كل من البائع والمشتري. خلينا نفرض إنه العملية هذه تمت في 1/2/2018، تمام؟ وبعدين وقد تم السداد في 9/2/2018. في هذه الحالة هل سيستفيد المشتري من الخصم؟ نعم، لأنه مدة الخصم كم هي؟ 10 أيام، معه خصم من 1 إلى 10. إذا سدد خلال هذه الفترة بيحصل على خصم، وهو سدد خلال هذه الفترة في يوم 9، ففي هذه الحالة سيحصل على خصم. طيب الخصم بالنسبة للمشتري، بالنسبة للبائع، بالنسبة للمشتري يعتبر إيراد، لأنه سيحصل على خصم يعني إيش؟ يكتسب، يعني إيراد. لو سدد خلال فترة الخصم سيحصل على خصم. بالنسبة للبائع سيتحمل الخصم، سيمنح المشتري خصم، مش كذا بنقول؟ نقول لو تمت خلال الخصم فإن البائع سيمنح المشتري خصم قدره 5%، سيمنح يعني مصروفه، صح ولا لا؟ بالنسبة للبائع يعتبر مصروف. إذن ببساطة شديدة لما تروح تشتري بضاعة ويقول لك المورد أنا بعطي لك خصم 5% إذا سددت خلال 10 أيام، وسددت أنت خلال 10 أيام ستحصل على خصم، عندما ستحصل على إذن إيراد بالنسبة لك. بالنسبة للمورد سيمنحك خصم، سيمنحك يعني مصروف بالنسبة لك. إذن بالنسبة لك بيكون الإيراد إيش؟ دائن، الخصم دائن، واسمه خصم مكتسب. بالنسبة للبائع مصروف،
واسمه قصد هو يسمح. إذا أنت